مبشرا ونذيرا، رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وعلينا معه، فأكرمنا بالرضا عنا يا رب العالمين. لك الحمد ربنا أن مننت علينا بشهر الصيام، ونسألك أن تجعله في حرز القبول عندك يا رب العالمين. تذكرون أحبتي أننا توقفنا قبل رمضان أثناء كلامنا عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى المراحل الأخيرة فيها، إلى الحديث عن الوفود التي قدمت المدينة في أواخر السنة التاسعة وكذا في السنة العاشرة، وقلنا أنها كثيرة ولكل واحد منهم قصة وفائدة، قد يزيدون عن 70 وفدا، ولكن ليس في كل واحد من هذه الوفود تفصيلات مذكورة في السياق، فأنا أنتقي من الوفود ما ذكر فيها قصة وفائدة وموعظة، وما كان فيه أيضا تفصيل يمكن أن يتكلم فيه ويذكر في الدرس حتى نستجني منه الموعظة المستفادة المقصودة. وتذكرون أننا مذ بدأنا بفضل الله تعالى في شأن السيرة، قلنا أنه لا ينبغي لنا ونحن نسوق دروس السيرة أن نجعلها مجرد قصص نجلس إليها لنتسمع ونسر ونبتهت، ثم لا ينعكس ذلك على أفعالنا وأخلاقنا وأعمالنا وتطبيقاتنا وسلوكنا، وإلا لكان ذلك يوم القيامة حجة علينا لا لنا، حينما نوقف يوم القيامة فتعرض علينا أعمالنا. طبعا أنا قبلكم وكلكم كذلك، سيقال لنا أما سمعتم ما حدثتم به من سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأعماله وأخلاقه وما جرى له؟ بلى يا ربنا سمعنا، فماذا عملتم فيها؟ لذلك أحبتي نعاود النية الصالحة التي بدأناها في أول دروس السيرة قبل أشهر عديدة، إنما الأعمال بالنيات، ننوي أننا إذ نستمع إلى تفصيلات السيرة ننوي أن نطبق ونعمل بما فيها من تفصيلات فيها حكمة وأوامر نفعلها ونواهي نجتنبها، هذه نيتنا حينما نستمع. وفد اليوم هو وفد قبيلة كندة، وقبيلة كندة كانت ذات مكانة في العرب أيام الجاهلية. جاء وفدها في السنة العاشرة من الهجرة، وزعيمهم وسيدهم يدعى الأشعث بن قيس، وكانوا لما دخلوا المدينة وأرادوا الدخول إلى المسجد، كما قلنا كانت قبيلة ذات وجاهة، قد رجلوا جممهم. الجمة هي الشعر، والشعر له ثلاثة أقسام، إما جمة وإما لمة وإما وفرة، ولكل منها تفصيلاتها، وكان العرب في كثير منهم يطيلون شعورهم. نعم، كانوا قد رجلوا جممهم يعني صرحوها. قال أليس ذلك شيئا حسنا؟ هذا يحسن يا أيها الإخوة، لكن ليس بشكل دائم للرجل. كثيرا من الرجال ترى في كل وقت بيتصرح أمام المرآة مرتين وثلاثة وأربعة، لا بس، لكن لا تكثر، أنت رجل تبقى فيك صفة الرجولة، يعني لن يقولوا عليك والله ما كثير حلو، يعني أنت أنثى أم سينظر إلى شكلك لتخطب؟ قال أليس الله جميلا يحب الجمال؟ نعم، ولكن الزيادة في هذا، أقول الزيادة وأرجو أن يكون كلامي بينا، الزيادة في هذا كما قلنا في اليوم أربع أو خمس أو ست مرات أسرح شعري، الزيادة في هذا غير مستحسنة، وقد ورد في ذلك آثار. المهم رجلوا جممهم، كانوا قد لبسوا ثيابا من الحرير جميلة، وجاءوا كأن فيهم مظاهر الكبر، فلما دخلوا المسجد سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنا خبأنا لك قبيلة، فأخبرنا عنه، إنا خبأنا لك خبيئة فأخبرنا عنه. بعض الناس إلى الآن هذه الفكرة العجيبة داخل
كيف أقول لك علي؟ أنا أعلم الغيب أم ينزل علي وحي السماء؟ قال: فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يفعل ذلك الكاهن والمتكهن، وإن الكاهن والمتكهن في النار. الكاهن من يدعي معرفة الغيب، والمتكهن من يطلب معرفة هذا من غيره، يعني الذي يأتي إلى الذي يدعي الكهانة والسحر والتنجيم والشعوذة والكذب ومعرفة الغيب فيقول له: أستاذي ضع لنا 1000 ليرة ضربنا بالمندل. الذي يقول ذلك متكهن، والذي يفعل ذلك كاهن، والكاهن والمتكهن في النار. بالله عليك ضعها في أذنك. لا تنسى، وقد قلت في دروس الكبائر في رمضان إن هذه الفعلة من الكبائر وقد خفت في زماننا، لا يزال بعض الناس يفعلها لكنها خفت. كانت أقدم من هذا، كان كثير من الناس كلما ضاع له شيء، كلما حصل له شيء يذهب إلى المشعوذ والكاهن، والعجب أنه يسميه شيخا، فيقول: أذهب إلى الشيخ ليعرفني. وأي شيخ يعرف الغيب إذا كان رسول الله لا يعرفه؟ قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا أمر الله نبيه أن يخبرنا عن نفسه سبحان الله. قال لهم هذا، قال ثم قال لهم: إن الله أنزل علي كتابا وبين لي طريقا وأمرني أن أسير عليه. قالوا: فاتل علينا شيئا منه. فقرأ عليه: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قرأ عليهم شيئا من سورة الصافات من باب الذكر، وليس هذا موضع التفسير. الصافات هي الملائكة التي تصف صفوفها عند ربها، أو تصف ما يأمرها به ربها من خلقه. نعم، قرأ عليهم شيئا من هذه السورة العظيمة. قالوا: ثم سكت وسكن، فنظروا إليه فإذا دموعه صلى الله عليه وسلم تجري على لحيته الشريفة. عجيب، العرب كان كثير منهم قساة جفاة، لا عهد لهم أن يروا رجلا مكتمل الرجولة يبكي، إما أن يكون قد أصابه مصيبة عظيمة ينظرون، وإما هكذا كانوا ينظرون أنه ضعيف. فنظروا إليه ثم قالوا: ما لك تبكي؟ أمن مخافة من أرسلك تبكي؟ وقع الخير في قلوبهم، فهموا شيئا. أمن مخافة من أرسلك تبكي؟ قال: نعم، بعثني على مثل حد السيف، على صراط مستقيم كمثل حد السيف، إن زغت عنه هلكت. الله تعالى ذكر لنا أنه شرع لنا شيئا واضحا بينا، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تفرق الإنسان عن سبيل الله كما قال سيدنا رسول الله: إن زغت عن هذا الطريق هلكت. فلما سمعوا منه هذا الكلام أرادوا أن يتقربوا إليه ويتحببوا، فقالوا: نحن بنو آكل المرار، وأنت بنو آكل المرار، ابن آكل المرار. آكل المرار هو رجل من وجهاء وزعماء الجاهلية، من كندة، من قبيلتهم، هذه القبيلة التي وفدت. كان رجلا له وجاهة وزعامة وكذا، وكانت الناس تتعزز بالانتساب إليه. يعني الآن إذا في إنسان وجيه فلان معروف مثلا، فالإنسان يتمنى أن يكون قريبا له أو كذا ينتسب إليه. قالوا: نحن بنو آكل المرار، وأنت بنو آكل المرار، أنت أيضا من نسل هذا الرجل، يعني أرادوا أن يتقربوا، نحن أقرباؤك. فقال ناسبوا بهذا الكلام العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث،
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربيعة من أبناء عمومته، وكانا هذان الرجلان لهما تجارة في الجاهلية، العباس وربيعة بن الحارث، فكانوا يخرجون إلى ديار أقوام من العرب قد يخشونهم على أنفسهم. بعض القبائل العرب كانت غادرة، قد تقتل قد تسرق، وبخاصة إذا عرفت أن هذا الذي جاء إليها أو دخل إلى أرضها تاجر عنده مال، فقد تغدر به فتسلب مال. فكان العباس أحيانا، وهذا في الجاهلية، وربيعة بن الحارث يقولان: نحن بنو آكل المراد. لما يفعلان هذا؟ ليتعززا بالانتساب إلى هذا الرجل الشهير، فتخشى العرب مكانهما فيمتنعان عن أذيتهما أو عن استلابهما ما لهما. كانا يقولان بعض هذا الكلام أحيانا. فقال ناسبوا بهذا الكلام العباس وربيعة بن الحارث، هذا الكلام اذكروه لهما. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر العباس وربيعة بأنكما كنتما مخطئان، ولكن كان جوا جاهليا بكل حال قبل الإسلام، يعني لا ينبغي للإنسان أن ينتسب إلى غير من هو منه. ثم قال لهم بعدها: نحن بنو النضر بن كنانة، لا ننتفي من أبينا ولا نقفو أمنا. هذا جدي، النضر هو أحد أجداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بنو هذا الرجل، لا لأن فلانا أعظم مكانة من هذا الرجل نقول نحن ننتسب إلى فلان وننتسب نتبرأ من أبينا، ولا إذا كانت أم لنا أو لغيرنا ذات مكانة في الجاهلية ومال وشهرة ننتفي من أمنا وننتسب إلى تلك الأم، ما نفعل هذا. نحن بنو فلان، بنو النضر بن كنان، لا نتبرأ من أبينا ولا نقفو أمنا، لا نترك أبانا ولا أمنا مهما كان. وهذه هي الخلة الحقيقية للمسلم، سواء كان أبوك رجلا ذا مكانة أو إنسانا خاملا يعني غير معروف في الناس، أينفعك كونه ذا مكانة أو كونه خاملا، أم ينفعك إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فلما سمعوا منه هذا الكلام عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم يقيم موازين الحق في كل شيء. فقال له الأشعث بن قيس، وقد قدمنا أنه سيدهم وكان معه ولد، سأله رسول الله عنه: من هذا؟ قال: هذا ولدي. ثم قال عنه بعض الكلام، يعني كأن الأشعث بن قيس ما كان يحب هذا الابن له كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابنك، بمعنى أيضا كما أشرت إليك لا تنتفي من أبيك، كذلك لو أخطأ ابنك أتنتفي منه أتتبرأ منه؟ ثم قال له: إن الولد محزنة مبخلة مجبنة. هذه رواية الإمام أحمد، في رواية الطبراني وزاد بعد أن قال إن الولد سأشرح بعد قليل، إن الولد محزنة مبخلة مجبنة، ثم قال في رواية الطبراني: وإنهم لمن روح الله. يعني كثيرا ما يكون الولد سبب الحزن لأبي، محزنة، كثيرا ما يكون الولد سبب البخل لأبي، يخرج المئة ليتصدق فأعطي لأبي أحسن، مبخلة مجبنة، يريد أن يقول كلمة حق سيأخذونني، أولادي سيضيعون، سكت عنها، سأفعل شيئا، سأدافع عن إنسان مظلوم، لن أدافع، ماذا سيفعل بإبني؟ إن الولد محزنة مبخلة مجبنة، هذه رواية الإمام أحمد، رواية الطبراني. ثم قال: وإنهم لمن روح الله، والروح هي الرحمة، فروح وريحان، نعم الروح الرحمة، يعني كذلك حينما تكون في نفس الإنسان هذه الرحمة على الولد ويعطف عليه ويعلمه وينهاه عن المنكر وأمره بالمعروف ويوجهه إلى طاعة الله، كذلك له أجر فيه، يعني هو ابتلاء ككل ابتلاء الولد.
ولكن لا ينبغي للإنسان أن يزيغ بسبب ولده عن طاعة الله. ثم قال لهم بعد أن كلمهم بكل هذا الكلام: ألم تسلموا؟ لقد سمعتم القرآن، لقد سمعتم، ألم تسلموا؟ قالوا: بلى أسلمنا يا نبي الله. قال: فما بال الحرير في أعناقكم؟ انظروا إلى حكمة سيدنا رسول الله. لما وفدوا عليه كما قلت رجلوا جممهم، شعورهم فيهم شيء من التعزز والتبختر والكبر، لبسوا الحرير، ما قال لهم شيء. فلما وعظهم ذكرهم نصحهم وجههم وأقروا بأنهم قد أسلموا، حينها أمرهم: ما بال الحرير في أعناقكم؟ ألستم مسلمين؟ قالوا: أهو حرام؟ قال: نعم. فشقوه وألقوه مباشرة، وقع الإيمان في قلوبهم. ما قالوا: إيه يحل ما يحل، نفعل ما يفعل. كثير من الناس اليوم رجال يلبسون الذهب، يلبسون الأساور، يا أخي حرام. إن شاء الله مين قال حرام؟ سبحان الله، مباشرة سألوه عن أجابهم، شقوه وألقوه، استجابة كاملة لأمر الله تعالى ورسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فأسلم هؤلاء القوم وعادوا إلى قومهم دعاة، ودخل على أيديهم عدد من قومهم أيضا في الإسلام. جعل الله ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين.